الدنيا ابتدت تبرد شويه، ابتدينا نحس فعلا ان في يعني شهر ديسمبر. صح، انت عارف ده الشهر المفضل بالنسبه لي. طب يعني خلاص كل سنه وانت طيب، انا قلت لك في اول الحلقه كل سنه وانت طيبه، انت خدتيها على ان هو الشتاء بس، يعني عيد ميلادها بكره. كل سنه وانت طيب. كل سنه لا، بس في كل سنه وانت طيبه. 18 سنه؟ لا 17. طيب تمام، نروح لدينا. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا حسام، صباح الخير يا جوهانا، صباح الخير على كل مصيبه في كل مكان. كل سنه وانت طيبه يا جوجو. وانت طيبه يا دينا. ما تبالغش يعني، لا الجو ما بردش لسه. لا بس يعني انا حاسه في مبالغه، امال لسه الجو. وانا نازل النهارده كان درجه الحراره 15-16، فده حلو قوي. انت كده بالنسبه احنا عايزين 8 و لا انا معاكي لتحت الصفر، المهم ما يبقاش حر. تعالوا اطمنكم على حاله الجو النهارده، ونستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء. في شبوره مائيه الصبح على طرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري، والنهارده كمان هيكون في امطار خفيفه على السواحل الشماليه وشمال الدلتا على فترات متقطعه، ده غير نشاط الرياح على مناطق من القاهره الكبرى والسواحل الشماليه وجنوب سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 31، وأقل درجة حرارة هتكون في السلوم 19 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلوني أخدكم في جولة مرية في معظم شوارع ومحافظات الجمهورية. وهنبدأ من محافظة جولتنا من محافظة القاهرة، والكثافات المتحركة أصبحت معتادة في ساعات الذروة الصباحية وبتستمر حتى انتهاء دخول الموظفين إلى أعمالهم أو خروجهم منها. هنبدأ بكورنيش الأمام اللي جاي من ميدان مؤسسة ومنطقة المظلات، في كثافات مرورية بسيطة ومتحركة حتى ميدان عبد المنعم رياض وميدان التحرير، وكمان طريق الكورنيش القادم من منطقة المعادي والقصر العيني والمتجه إلى ميدان عبد المنعم رياض شاهد أيضا بعض الكثافات المرورية. هنروح معاكم في اتجاه كوبري اكتوبر لمنطقتي الاسعاف ورمسيس، واللي بيشهد سيوله مريه، واللي مكمل كمان اعلى كوبري في اتجاه منطقتي غمره والعباسيه ومدينه ناصر وجامعه الازهر في بعض الكثافات المروريه، وده المعتاد هناك. اما حركه السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديده في سيوله مروريه، ونفس الامر القادم من قدام صلاح سالم لنفق الازهر ومنطقه الازهر والجماليه بتشهد بعض الكثافات. أما المتجه في شارع بورسعيد إلى الشرابية وحدائق القبة حتى كوبري السواح والأمرية والعكس، في طبعا ده في كثافات نتيجة طبعا دخول طلاب المدارس وبتقل مع انتهاء فترة الذروة الصباحية. هنروح معاكم بقى لمحافظة القليوبية، والطريق الزراعي القادم إلى القاهرة بيشهد سيولة مرية ما عدا بعض الكثافات عند أليوب ومطلع الدائري، وكمان في بعض الكثافات قبل ميدان المؤسسة وكلية الزراعة. لكن الزراعي للمتجه لبنها وكفر شكر وطوخ في حالة من الانتظام المروري والسيولة، لكن بيكون في كثافات مع نهاية يوم العمل وخاصة مع نهاية الأسبوع. وده المتجه لمحافظات الدلتا من خلال الطريق الدائري، في كثافات كمان قدام منطقة المرج ومؤسسة الزكاة حتى منزل الطريق الزراعي بسبب أعمال التوسعة، يعني ويفضل طريق شبرا بنها الحر المتجه إلى بنها أو طنطا أو مدينة أسنة في الوقت ده. هنروح لدمياط ونبدأ من طريق دمياط كفر البطيخ اللي بيشهد دلوقتي سيولة مرية نسبية. أما طريق دمياط رأس البر اللي بيوصل لحد طريق الهويس وصولا للكورنيش بيشهد سيولة نسبية. هنروح للكورنيش لحد ما نوصل مبنى المحافظة ومحكمة دمياط القديمة، بيشهد دلوقتي بعض الكثافات النسبية وبيزيد شوية من قرب من الجامعة وموقف السرفيز بسبب دخول المدارس. هنكمل معاكم جولتنا لحد مدينة أسوان ونتابع الحالة المرورية هناك، وهنبدأ من ميدان السادات تحديدا من كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل ومنها لشارع كورنيش النيل اللي بيشهد سيولة مرورية. وانت ماشي على طول الشارع هنلاحظ ان في كثافات مرية عند منطقة الفنادق، ولكن بعد التمركز ده الشارع بيشهد سيولة مرية. بكده خدناكم في جولة لأحوال الطقس وجولة مرية عن محافظات الجمهورية. هرجع مرة تانية لحسام وجمانة علشان نكمل فقرات صباحية مصر. شكرا جزيلا يا دينا. شكرا لكم.